المصريين مساندينا كثير 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 وبحي الشعب المصري وبحي الشعب الجزائري 1-2-3 فيفا الجزائري. سوف نرفع الكاس الكحلوشه كما نسميها احنا في الجزائر كاس افريقيا من ارض الفراعنه ومصريين والجزائريين خاوه خاوه ما يفرقناش احنا عندنا التاريخ والتاريخ يتحدث عندنا الاثنين دول احنا خاوه خاوه مصر والجزائر خاوه خاوه ان شاء الله نفوز ونزهوا في دولتكم ونروح الجزائر. التنظيم كويس نشكر اخواننا المصريين والله كرمونا الله يحفظهم كل جيراني المصريين كل صحاباتي واحنا جايين واحنا جايين هنا قاطعين الطريق الكل قلنا كلنا معاكم وتحيا واحنا يعني فرحانين بالشعب المصري وتحيا مصر وان شاء الله دائما خاوه خاوه. تنظيم محكم للدوره هذه بصفه عام وتعاون الجزائر المصري الدوله المصريه وفرت كل امكانيات للجمهور الجزائري حتى سمحت لنا ندخل لمصر بدون فيزا هذا شيء ايجابي وان شاء الله يلغوا الفيزا نهائيا عشان يكون تبادل سياحي ما بين الجزائر ومصر ان شاء الله. احب اشكر مصر لانها شرفت الوطن العربي وخاصه شمال افريقيا في احسن تنظيم. نشكر البلد مصر اللي استضافنا وكان قام بنا يعني فوق السماء وان شاء الله هذا العام تاعنا وان شاء الله يا ربي نتمنى بس المصريين يكون معنا ويشجعونا ان شاء الله يا ربي. هذه 30 سنه ما شناش ان شاء الله يا ربي الزوجه هذه ندوها لينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يجيبوا الكحلوشه. مليون مصري كلهم يدعمون في الفريق الجزائري. هو مصري ايوه مصري مشجع في الجزائر اخوانه كذاك ناس شجع معنا مصر لعبت مع زيمبابوي شجع مصر واحنا شجعنا مصر مع الـ مع الـ مع الـ مع زيمبابوي واليوم جاء الدور تاعه وشجع الفريق الجزائري مع الفريق السنغالي. ندوا كحلوشه كحلوشه ندوك 29 سنه 29 سنه ندوك يا كحلوشه.